استاذ ماجد. بص يا كابتن خالد، انا هاخد من كلام الاستاذ محمد رجب واتكلم عن مواقف يعلمها الجميع. ما تحدث عنه الاستاذ محمد رجب من مراعاه وزاره الشباب والرياضه لاستقرار النادي الاهلي هو نقطه في بحر ما حدث. احنا بنتكلم على وزير بقيمه الكابتن طاهر ابو زيد اصدر قرار وطلع قال فحوى هذا القرار في تصريحات صوت وصوره في لقائه مع الزميل سيف زاهر، واكد على حدوث هذه الواقعه. طيب ده كان الموقف الوحيد لوزاره الشباب والرياضه مع النادي الاهلي؟ لا، قبل كده كان في حكم بحل مجلس اداره النادي الاهلي، وايه اللي حصل؟ تم تعيين نفس المجلس لاداره النادي الاهلي حفاظا على استقرار النادي الاهلي. طيب ده الموقف الوحيد ده او ده؟ لا، تعال نروح ما حدث في سلسلة الأزمات المدوية بين الرئيس الشرفي السابق المستشار المحترم تركي آل الشيخ ومجلس إدارة النادي الأهلي الحالي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وما قيل من مفاجآت مدوية تم مراعاة فيها الحفاظ على النادي الأهلي واستقرار النادي الأهلي. هتكلم معاك بصراحة يا كابتن خالد. حتى معلش يا ماجد، انا اسف انا بقطعك، حتى في عندما قرر النادي الاهلي انسحاب توجه الوزير الشباب لمنزل الكابتن محمود الخطيب، لبيت الكابتن محمود الخطيب ليثنيه عن قراره. جميل، اذا احنا متفقين تماما ان وزاره الشباب والرياضه اللي هي ممثله للدوله المصريه لها هدف رئيسي هو الحفاظ على الكيانات الكبرى. السياسه الرئيسيه المعلنه للدوله المصريه اتجاه الرياضة المصرية أن الرياضة أمن قومي. الرياضة المصرية لها رافدين أساسيين لا غنى عن إحدهما، نادي الزمالك والنادي الأهلي، أو النادي الأهلي أو نادي الزمالك. إحنا ما عندناش الحساسية ولا المشكلة إن مين قبل مين، لأني أنا عندي قناعة إن في شقيقين كبيرين، في قطبين كبيرين لمصلحة من؟ أن ينعم النادي الأهلي بالاستقرار الإداري ونادي الزمالك لا ينعم بالاستقرار الإداري. لمصلحة من؟ أن ينعم النادي الأهلي بالاستقرار المالي ولا ينعم نادي الزمالك بالاستقرار المالي. لمصلحة من؟ لمصلحة من؟ أن كل طلبات النادي الأهلي تكون مجابة، وعلى العكس تماما وما حدث في ملف مباراة السوبر وملفات أخرى زي مباراة نهائي كأس مصر يؤكد كل كلمة أنا بقولها. نادي الزمالك هذا النادي العريق، هذا النادي الكبير الذي له جماهير ومريدين في كل مكان، وعشاقه في القارة السمراء وعشاقه في الوطن العربي يتابعون عن قرب وبحسرة ماذا يحدث لهذا النادي العريق، هذا النادي الذي يمثل جزء كبير من تاريخ الرياضة المصرية رغم كل الأزمات، رغم كل المشاكل، رغم كل اللجان، رغم دعوات حل المجالس، رغم الحرب المعلنة وغير المعلنة على المجلس الحالي، والنادي بيحقق بطولات. عارف يعني ايه يا كابتن خالد انك في ظروف الحجز على أرصدة النادي بتحقق بطولة او اتنين او تلاتة؟ ده اسمه اعجاز رياضي، هو ايقاف قيد قبل كده حقق دوري، ده اعجاز كاس. اعجاز رياضي. لكن هل مكافأة نادي الزمالك ان هو في موسمين يا كابتن خالد يحقق كل حاجه ويحقق بطولات كل البطولات الجماعيه؟ هل النادي الزمالك لما جه في يوم من الايام تحت رئاسه المستشار مرتضى منصور، وانا هنا بخاطب جمهور نادي الزمالك المعارضين قبل المؤيدين، مكانه نادي الزمالك، طبعا نادي الزمالك هو كبير منذ نشاته حتى هذه اللحظه، لكن ما فيش اتنين يختلفوا ان نادي الزمالك تحت رئاسة المستشار مرتضى منصور، وما جاء مرة اخرى المستشار مرتضى منصور على رأس الهرم الاداري في نادي الزمالك، الزمالك كان في مكانة ادارية الجميع يعلم، غياب عن البطولات، غياب عن منصات التتويج، النادي الاجتماعي في حالة مهلهلة. مش ده الزمالك اللي ليه عشاء وجماهير بالملايين؟ لكن الزمالك وصل لمرحلة ان هو خلى الناس كلها تشعر بخطورة هذا المارد. الزمالك وصل لمرحلة ان يبقى فيه 40 مليون جنيه كاش، واهم لاعب في مصر يوقع لنادي الزمالك. الزمالك وصل لمرحلة ان هو يحقق كل البطولات وكل الالقاب في كل الالعاب الجماعية. كوماندوز الالعاب الصالات، ما بقاش كوماندوز بس العاب صالات، ده كمان بقى كرة قدم.
إذن كان السلاح الوحيد والهدف الوحيد والمخطط الوحيد هو لازم يتم هدم استقرار نادي الزمالك. وللأسف، أنا ليه بقول للأسف؟ لأن ما ينفعش أنا أكون منتمي لنادي الزمالك ومشجع لنادي الزمالك وابن من أبناء نادي الزمالك، ومهما كان عندي اختلاف مع قائد البيت ورئيس القلعة البيضاء، مهما كان الاختلاف ومهما كان حجم الاختلاف، وما ينفعش إن في ناس تسخني وناس تحاول تستخدمني كأداة عشان أعمل إيه؟ عشان أدمر النادي ده، عشان أعمل إيه؟ عشان أحرم النادي ده من رئيسه التاريخي. هو المستشار مرتضى منصور أعلن الرحيل، لكن يبقى المستشار مرتضى منصور وسيبقى هو حاضر ومستقبل نادي الزمالك والرئيس التاريخي لنادي الزمالك، مش بكلام ماجد غراب، لا، ده بنجاحاته بإنجازاته بأرقامه. قارن نجاحاته وإنجازاته وأرقامه، هتعرف إزاي نادي الزمالك وصل لمرحلة خلى كل الناس تقلق منه. الزمالك كان على موعد مع إنجاز تاريخي، الإنجاز التاريخي إن هو يحقق لقب بطولة الدوري للموسم الثالث على التوالي. ده الناس ما اعتادتوش، الناس اعتادت إن الزمالك يفوز بالدوري موسم موسمين لكن الثالث مع كل الانتقادات، كل الانتقادات اللي وجهت لسهام القلعة الحمراء والمجلس إدارة الكابتن محمود الخطيب، والزمالك بيحقق كل النجاحات دي، فكان لازم يحصل اللي بيحصل. معالي وزير الشباب والرياضة خالد مطالب إنه ينفذ سياسة الدولة المصرية، لأنه حتى هذه اللحظة، هل وزير الشباب والرياضة شفناه لغاية دلوقتي مع الوزارة كلها بتكمل بعض، كل وزير بيكمل لغاية دلوقتي، هل يجرؤ إنه يحرك المخالفات اللي هي تجاه النادي الأهلي؟ لا. هل يجرؤ ان هو يقول ان كان في، انا نفسي اعرف اللجان اللي راحت للنادي الاهلي، هل مفيش اي حاجه غلط؟